دكتور، بما ان حضرتك فتحت هذا الملف المتعلق بعملية الإغلاق والساعة الاستيعابية لبعض المقاهي والمطاعم والمحلات بشكل عام، حقيقة انه الكثير سبقني ويمكن كان في شكوى متكررة من فكرة انه لا بيتم الالتزام بالساعة الاستيعابية والمواعيد، ده إلى جانب طبعا المخاوف في المرحلة القادمة زيادة الأعداد في العالم كله وصلت الداخل المصري، والحقيقة في قرار من مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء بإلغاء كل الحفلات ان كانت اوتدورز او في الخارج في الهواء الطلق أو في داخل أي القاعات، إيه اللي بيحصل أو آليات لمتابعة تنفيذ هذه الخطوات يا دكتور؟ إحنا بالفعل تم التواصل مع المحافظات المصرية منذ الأربع اللي فات علشان التأكيد على منع أي احتفالات خاصة برأس السنة في المطاعم والكافيهات أو احتفالات سواء كانت سياحية أو ثقافية، بحيث ان يتم تحقيق التباعد الاجتماعي، والتاكيد كمان على قرار واستاذ وزير التنميه المحليه فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال العامه. وخليني اكد لحضرتك ان مع المحافظات المصريه منذ الاول من ديسمبر حتى تاريخه تم غلق ما يفوق ال 10,000 محل عام، سواء كانوا في محل أو أسواق أو ورش أو مطاعم أو مقاهي أو سناتر. دول اللي مش ملتزمين بالظبط يا فندم، بالظبط. والفترة اللي جاية دي هيكون فيها تأكيد على وتشديد على أنه أي مخالفات سوف تعامل بمنتهى الحزم والحسم مع المخالفين، لأنه من الأهمية بمكان أن إحنا في جائحة لابد أن الجميع يكون على المستوى المسؤولية ويتحمل المسؤولية.